بعض الملفات الموجودة عند منظمة أنايقظ كما مساحة العمران ومساحة باب الخضرة اللي فيها سرقة أدوية واللي فيها انتداب عشوائي لموظفين وأبناء أعوان عاملين بهذه المساحات. قمنا أولا برفع قضية قدام المحكمة الإدارية حول إلغاء الاتفاق الاجتماعي ما بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وما بين ممثلي سيناسيس حول إلغاء الاتفاق الاجتماعي لانتداب أبناء الأعوان. حاجة ثانية إنه عنا مجموعة من البلاغات حول سرقة الأدوية جاء تقرير المحاسبة أكدها كيف عنا ما يفيد تجاوزات على مستوى التراخيص المتعلقة بالنفايات الخطيرة اللي تنجم تأثر على صحتنا وتنجم حتى تسبب لنا أمراض كما عافانا وعافاكم الله كما السرطان. هذه علاش اليوم جاء دور المجتمع المدني بشي حث وشد على أيدي قضاة دائرة المحاسبات للعمل أكثر على النظام الأساسي نتاعهم وعلى التقارير القادمة وكيف إن شاء الله تفتح تحقيق في تقارير دائرة المحاسبات من 2011 مش كانت 3 تقارير الأخيرة.